بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف يرضى الله عنك؟ طبعا هذا سؤال طبيعي، كلنا نحاول أن نتقرب من الله، كل واحد بأسلوبه، والكل يظن أن الله راضي عنه، حتى المشكك وحتى الذي يعيش هذه الدنيا بالطول والعرض ويغفل عن الله، هو يظن أنه مكرم عند الله وأن الله راض عنه وأنه يوم القيامة سيكون من في أعلى درجات الجنة. طبعا هذا الكلام غير صحيح أيها الأحبة. السؤال الطبيعي أن نقول كيف يرضى الله عنا؟ الرضا أيها الأحبة، رضا الله لا يمكن أن تناله بمعصية الله، لا يمكن أن تناله بالغفلة عن الله، لا يمكن أن تناله بإيذاء الناس، أن تؤذي الناس ثم تقول الله راض عني، لا، هذا الكلام غير صحيح. طيب السؤال الغريب، كيف أرضى أنا عن الله؟ سؤال غريب فعلا. هل الله بحاجة إلى عبد من عباده أن يرضى عنه؟ هنا أيها الأحبة تتجلى أمامنا عظمة الخالق وسعة رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لك أيها العبد، إن رضا الله هو غاية، ولكن هناك غاية أعلى منها، أنك أنت ترضى عن الله. ليس أعلى بمعنى أهم، لا، ولكن أعلى يعني مرحلة متقدمة، لأن قضية رضا العبد عن الله، كلنا نظن أننا راضون عن الله سبحانه وتعالى، ولكن معظمنا ليس راضيا عن الله. سأقول لكم لماذا أيها الأحبة. عندما تمرض تشعر بالحزن والاكتئاب وأن الدنيا توقفت في عينك، وتلجأ إلى الطبيب والأدوية والأسئلة والإنترنت لتجد علاجا لهذا المرض، وتنسى الإله العظيم الذي عنده الشفاء. سيدنا إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين. طيب هذا الإله العظيم أنت نسيته في حالة المرض، معنى ذلك أنك أنت لم ترضى عن الآيات التي قال لك فيها أن الشفاء بيد الله. الله يقول لي ولك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والمرض نوع من أنواع الضر، فلا كاشف له إلا هو. أنت عندما لجأت للبشر ولجأت للأسباب المادية وتركت مسبب الأسباب عز وجل، والذي هو لو توكلت عليه سيسخر لك الكون، سيسخر لك هذا الكون كله أيها الأحبة لو اعتمدت على الله وتوكلت على الله سبحانه وتعالى، ولكنك نسيت الله، فهذا نوع من أنواع عدم الرضا. عندما يسألك أحد عن الرزق فتقول رزقي ضيق، كأنك تشكو الله لعبد من عباد الله، وهذا أسوأ أنواع عدم الرضا عن الله. طيب الله تعالى ألا يعلم حالك؟ ألا تعلمون الدعاء الذي يقول علمك بحالي يغني عن سؤالي؟ طيب ربكم أعلم بما في نفوسكم. عندما أصابك الضر أو المرض أو الظلم أو الأذى أو نقص الرزق، يعني الله غافل عنك مثلا؟ يجب أن ترضى بكل ما يصيبك رضا كامل. سيدنا يعقوب وهو بعد أن فقد ابنه أحب أبنائه إليه، وكانت صدمة كبيرة جدا. تصوروا أيها الأحبة اليوم إذا فقد أحدنا ابنه المدلل، الطفل الصغير البريء، وفقدان هذا الطفل كان نتيجة مؤامرة، والأب يعلم أنها مؤامرة. يعني تخيل نفسك مكان سيدنا يعقوب والد سيدنا يوسف،
مؤامرة حيكت من إخوة من أبنائك ضد الابن المدلل لديك، وقالوا لك أكله الذئب أو أصابه حادث أو كذا، وأنت تعلم أنهم غير صادقين وتعلم أن هناك مؤامرة، ما هو رد فعلك؟ ستشتم وتسب وتحاول أن تذهب إلى الشرطة مثلا لتشتكي، تذهب لتشتكي لفلان، تحاول وتبقى في... طيب سيدنا يعقوب ماذا فعل؟ اقرأوا سورة يوسف كيف رضي عن هذا الواقع المؤلم حقيقة. يعني قال فصبر جميل، فصبر جميل، لن ألجأ إليكم، لن أشكوكم لأحد، سأستعين بالله عز وجل، والله المستعان على ما تصفون. لم يعنفهم، لم يغضب، لم ينفعل، فصبر جميل. هذه علامات الرضا أيها الأحبة. عندما تجد شخصا أصيب بالسرطان ولديه مشاكل في القلب ومشاكل في الرئتين ومشاكل كثيرة، وتجد الابتسامة على وجهه وهو يقول الحمد لله، هذه علامة من علامات الرضا. عندما تجد إنسان كل هموم الدنيا ركبته ثم تجده مبتسما راضيا قانعا، هذا هو الرضا عن الله أيها الأحبة. لذلك الله عز وجل يوم القيامة سوف يرضى عنك وسوف يرزقك الرضا عنه سبحانه وتعالى، وهو ليس بحاجة لرضانا، ولكن سيعطيك من النعيم، من الأمان، من المتعة ما ترضى به عن الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة هذه الآية طبعا أو هذا المقطع رضي الله عنهم ورضوا عنه موجود في القرآن في عدة آيات، على ما أعتقد أربع آيات، ولكن الشاهد هنا في سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هل تحب أن تكون من خير البرية؟ معادلة فيها عامل رقم واحد وعامل رقم اثنين، آمنوا وعملوا الصالحات، بسيطة جدا، آمن بالله وعمل الصالحات. طيب ما هي النتيجة إذا آمنت؟ يعني أنا الحمد لله مؤمن وأحاول أن أعمل من الصالحات، ما أستطيع. طيب ما هي النتيجة؟ يجب أن تعتقد وتقتنع أن الآية التالية ستكون أنت فيها، أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إذن ختم الآية بالخشية، خشية الله يجب أن تعيشها في كل لحظة، يجب أن يكون لدينا ثقافة الخوف والخشية من الله عز وجل في كل سلوكنا، يجب أن تخشى الله في كل سلوكك. إذا أذاك إنسان اصبر وقل أنا سأخشى الله وأخاف من الله وسأعفو عنه. إذا أذتك زوجتك اصبر عليها، إذا أذاك زوجك اصبري وقولي أنا سأخشى الله وأخاف من الله، عسى أن يصلحه الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أيها الأحبة يعود بالإنسان ويعود بهذا المؤمن أن يكون راضيا عن نفسه وراضيا عن الله، والله بالنتيجة سيرضى عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك أحبتي في الله تذكروا هذه الآية الكريمة رضي الله عنهم ورضوا عنه، واجعلوا أعمالكم كلها تتناسب مع رضا الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا رضي عنك فلست بحاجة لأي شيء، وإذا سخط عليك والله لن ينفعك الكون كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.